تقتنعي بالتنزيلات اللي بتصير بالبلاك فرايدي سواء بالمحلات او من خلال الانترنت؟ ايه طبعا. لا حقيقية؟ لا طبعا اكيد. هو كل التنزيلات بالعالم مو حقيقية، كل بضاعات قديمة تطلعها ويبيعوها بهاي الفترة يعني، فكل تنزيلات بكل العالم بكل المحلات بكل الأوقات هي مو حقيقية. هذا مختصر مفيد للموضوع كله. يعني ما أعتقد كل التنزيلات هي صحيحة، بعضها قد يكون صحيح وبعضها قد يكون حتى يعني أنا يعني كيسوون للشهرة قد يكون يجوز، أو لدعاية للمحل يستغلون بلاك فرايدي على مدعاية المحل. إيه مقتنعة فيهم. إيه نفس الأسعار شيء قليل يعني. ما أعتقد هي صحيحة الأسعار الموجودة هنا بالسويد، لأن البلاك فرايدي هي أمريكية، بأمريكا بلكية تكون الأسعار حقيقية بس مو هنا. لا ولا بقتنع ولا حاجة، لأنه كله نصب. أنا بعتبره بيرفعوا الأسعار قبل العيد بفترة، بعدين بيعملوا عليها بلاك فرايدي برجعوها لسعرها الأصلي. يعني وين دينك يا جحا هيا؟ والله أنا عمري ما انتبهت للتنزيلات هذه كلها، لأنه بعض مرات ممكن لكن ما أعتقد فيها إنها صح. لا نفس الأسعار، ما في شيء يعني بيتغير، الأسعار هي ثابتة يعني، هو بس مجرد يعني مناسبة كاسمه بس. بس بظن إنه في كتير محلات يعني مو صادقة بالتنزيلات تبعها، وفي محلات بتكون تنزيلاتها إنه نفس البضاعة بتكون مخباية بالمستودع من سنة لسنة، لأنه في رفيق اللي كان يشتغل بمحل تياب نفس البضاعة بس وقت البلاك فرايدي بيطلعوها ما خلصوها، بيخلوها لمناسبة تانية مثل السايبر موندي، مثل يعني مناسبات تانية. لا هو أكيد كله كذب، لأن هن بهذا الوقت بيرفعوا السعر وبيعملون على أساس أنه بلاك فرايدي بس هي سامة سوق. لا نفس الشيء تقريبا، مو هو يعني. لا بصراحة هلا شوف المحلات أغلبيتهم بقولوا بلاك فرايدي وهالحكي، بس ما في يعني ما بحس إنه عن جد، يعني بتحس هيك مثل كذبة. طب أنت ناطر بلاك فرايدي لتشتري شيء معين؟ لا مو من هالنوع أنا. لا أبدا، أنا وقت اللي بدي أشتري أغراض فبشتريها لأني بعرف النتيجة واحدة. لا الصراحة لا، يعني هو مو كل شهر يعني لازم إنه نشتري أغراض، لا إنه خلاص يعني نحن بحاجة إلى هذا الشيء لا بنشتري، سواء إذا كان بلاك فرايدي أو لا فبنشتري. بشتري اللي بلزمني، ما بدور على التنزيلات لأنه لا بأمنش فيها غير صحيحة. حسب هلا إذا أنت رحتي وشفتي إنه الأسعار نفسها يعني أكيد ما رح تشتري، إنه بتكون نفس الشيء، يا بتشتري يا لا. إذا كان الشغلة كانت كتير ضرورية رح تشتري، وإذا لا بتأجليها يعني. لا 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 بنزل أوكي بتفرج وبطلع بس على الفاضي. مثل يعني شغلات الكهربائيات، مثل الملابس، مثل أي شيء يعني يحتاج البيت. إنه بتخبي مصاريك ليجي لهذا اليوم ولا لا؟ أنا عمري ما خبيت فلوسي، ودائما بشتري اللي بدي إياه وظل طالع.